ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على توقعات العاطفيه خلال شهر ديسمبر لعام 2021 لاصحاب برج الجدي. برج الجدي، احنا بالنسبه لنا في خلال الفتره دي احنا عندنا الشمس موجوده في بيت ال 12، كوكب عطارد في البيت ال 12. اتكلمنا على تاثيرات الكواكب، لكن يعني ليك البيت ال 12 ايه؟ يعني بالنسبه لك هو بيت الاعداء او منزل الاعداء. معنى كده ايه؟ معنى ان كل واحد لازم يحذر على علاقته العاطفيه، لان احنا عندنا الوضع العاطفي هيكون متين، في ترابط اكتر، في علاقه متحسنه، في اجواء اقدر اقول افضل، الى ان في كتير من الاشخاص الحاسده، في كتير من الاشخاص اللي هم مش حابين ان انت تكون بخير، في عندك نوع من انواع الحقد، نوع من انواع التقويم ما بينكم، فخلي بالكم كتير من كلام الاخرين وتاثيراتهم عليكم وتدخلاتهم في علاقتكم العاطفيه. ده حذر شديد لازم يبقوا عينكم في وسط راسكم جدا، مين بيتعامل معاك، كلامهم ايه، دخولهم في بيتك او الجو ده. برج الجدي، الوضع العاطفي بالنسبه لك كوكب الزهره طبعا متواجد عندك، بس اول 18 يوم متواجد عندك بامور ليها علاقه بحركه اماميه، يعني عندك جو لذيذ، عندك ايجابيه، عندك في كتير عايز ان هو يقرب منك، كتير في التحسن في العلاقات العاطفيه، ولكن انا حذرتك من تدخل الاخرين في شؤونك، لان من بعد يوم 18 في انقلابات بسبب تراجع كوكب الزهره عندك. وتراجع كوكب الزهره عندك يعني انت هتكون حاسس بالتاثير قوي، حاسس بصعوبه الموقف قوي، خلي بالك من رده الفعل العنيفه، خلي بالك من الانتقاديه بعد يوم 18، خلي بالك كتير انك تكون هجومي او انتقادي، او ان انت تكون مثير للجدل للشريك بالنسبة لك. بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، الناس اللي مش مرتبطين انت على الرغم ان ممكن يكون في كتير اعداء حواليك او كتير حقد وحقد وطريقة مش حلوة ابدا ابدا، الى ان انت بالنسبة لك يا برج الجدي في كتير عايز انه يرتبط بيك اول 18 يوم، نوع من انواع المحبة، كتير عايز يبقى جنبك، عايز يقرب منك، عايز ان هو يتحول علاقة صداقة لعلاقة عاطفية، او ان هو يقرب ليك كمدخل من ناحية الاصدقاء. فعند الناس اللي مش مرتبطين ده جدا اول 18 يوم. اما بقى بالنسبه للامور العاطفيه بالنسبه لي كل اتنين، هيكون في اول 18 يوم حاله استقرار، حاله جاذبيه، الابراج الاخرى منجذبه ليك اكتر. انت عايز استقرار، عايز حب، بتفتخر بنفسك ولطيف وي وي وي، اول 18 يوم. فاذا الوضع لذيذ كتير. وعلى فكره برج الجدي من الناس المعنيه جدا جدا في مواليد بالنسبه لهم، لكن انا عايزه احذركم حاجه، اي حد يبقى عنده مولود جديد ما تقولش، والله ما تقول عندك هتنقل من خطوبة لجواز، اصبر للحظة الاخيرة، حصن نفسك وبعدين قول، ما تقولش قبل ما تحصن نفسك. تحصن نفسك بالاذكار، اقرا ميه كده، على اقرا قران على ميه وابدا كده حطوها في اللبس مثلا، في اشربوا منها كده كل شويه الحاجات دي، يعني اقروا قران قبل ما تنزلوا اذكار، واقروا ميه، اقروا على ميه واشربوها، بتعمل تنقية للدم على فكرة. المهم انا مش بحب اتكلم على الحاجات دي عشان في ناس بتفهمها غلط صراحة. فبالنسبة بقى لبرج الجدي، يعني نسيبنا من النقطة دي نشوف برج الجدي. برج الجدي للناس كمان اللي هم منفصلين هيكون بالنسبة لنا في كتير من قرب العلاقات والتواصلات مع كتير من الأبراج، زي برج العذراء، زي برج الحوت، في كتير من الأبراج. لكن خليني ان انا عايزة اتكلم على موضوع مهم جدا بعينه كده، ندخل على الموضوع على طول. احنا اتكلمنا على تحذير من بعد يوم 18، اول 18 يوم حلوين كتير برغم ان في اعداء، برغم ان في ممكن كمان بعض المعاكسات اللي هو تحس ان انت بحاله تقل شويه، يعني تحس ان في تقل، تحس ان انت في بعض الامور كده اللي مواقف مهنيه مش لطيفه طبعا بتاثر على العلاقه العاطفيه، بتاثر على تعاملاتك في البيت او مع الشريك، كل ده متواجد، الى ان هيكون في حاله صبر عليك جدا جدا في اول 18 يوم. بعد يوم 18 خلي بالك، لان ممكن حد يجيب لك القديم والجديد، يجيب لك القديم والجديد، فخلي بالكم جدا جدا، خاصة لو أبراج هوايا برج الجدي. طيب بالنسبة لي برج الجدي، ليه برج الحمل، يعني الجدي والحمل، من أول الحاجات أنت عندكم في انتقاد، يعني في انتقاد لبعض، بس أنت عايز تصلح، يعني أنت يا برج الجدي اللي عايز تصلح مع برج الحمل، عايز تقرب منه، عايز يبقى في علاقة طيبة ما بينك وما بينه، فالنقطة دي متواجدة كتير. اما بقى بالنسبه لاصحاب برج الثور، برج الثور في عندنا، احنا عندنا في حاله من الحب وحاله من الرومانسيه وفي مولود، بس برغم ده كله في غيره، الغيره اللي ممكن تكون قد ايه نار تقيد من بعد يوم 18. خلي بالكم كتير من علاقات اللي هي العلاقات الصداقه اللي هي من الجنس الاخر والجو ده، يعني هيبقى شيء مش لطيف، فلازم نكون حذرين. اما بقى بالنسبه لبرج الجوزاء، برج الجوزاء هيكون فيه صعب شويه، يعني فيه صعوبه، فيه عدم تفاهم، فيه نوع من انواع عدم الاستقرار، فيه ان ممكن يكون لو في عندنا مشكله كبيره في العلاقه دي، فهيكون الانفصال بعد الانفصال راحه،
بعد الانفصال راحه. الجدي والجوزاء لو في بدايه العلاقه هيكون عندنا قرار مهم ليه علاقه باستقرار، يعني لو احنا لسه لحد مرحله الخطوبه مش متجوزين لمرحله الخطوبه، احنا بالنسبه لنا عندنا في انتقال من خطوبه لاتفاق ليه علاقه بجواز، لان الجوزاء الحاله عنده بتتحسن او الوضع بيبدا يتحسن. وكمان بالنسبه لبرج الجدي الوضع العاطفي بالنسبه له يعني هيسمع فرحه من برج الجوزاء، بس كن حذر من ان يكون افراحك معروفه عند الاخرين، لان ده هيكون شيء كارثي بالنسبه لك، فلازم تكون حذر جدا جدا فوق ما تتخيل. برج الجدي وبرج السرطان. برج السرطان وبرج الجدي انتوا الاثنين في نوع من انواع بس التوتر شويه، في توتر في العلاقه، لازم اكون حذر جدا جدا من التوتر والقلق المتواجد عند برج السرطان تجاه برج الجدي. برج السرطان هيبقى عنده فكره التوتر والقلق وانه عايز يصلح العلاقه او عايز ان هو يصلح علاقته مع برج الجدي نتيجه طرف ثالث، ولكن هيكون في بعض التوتر والقلق، وان استمر ده لحد بعد يوم 18 فيكون شيء مش لطيف، لحد قبل يوم 18 فالوضع نقدر ان احنا نلمه او يكون ايجابي. اما بقى بالنسبه لاصحاب برج الاسد، برج الاسد هيكون بالنسبه لاصحاب برج الجدي ان هو بيهاوده، يعني ان هو عايز يصلح معاه، عايز يقرب منه، عايز ان هو يبقى في خطوه جديه، خطوه علاقه استقرار، والعلاقه دي فيها مولود جديد او برضو بدايه. اما بقى بالنسبه لاصحاب برج العذراء، العذراء والجدي انتوا الاثنين بتقربوا لبعض، بس انتوا الاثنين شيء او الجدي بالذات شايل جواه، يعني انت وخاصه في تحسن كبير اول 18 يوم، لكن في حاجه جوه اصحاب برج الجدي انت لسه ما طلعتهاش، انت متضايق من العذراء في حاجه او قلقان من العذراء في حاجه، فعندك النقطه دي برضو متواجده. الميزان وبرج الجدي، الميزان والجدي انتوا الاثنين في نوع من انواع الانتقاديه، بس الجدي كتير حابب الميزان، الجدي كتير نفسه انه يرجع للميزان لو انت كنت منفصل عنه، بس في انتقاديه هتكون متواجده، وفي شعور من الميزان ان مش انت مثلا المرغوب فيك بسبب انتقاديه او بسبب اسلوب غير صحيح في التعامل مع برج الميزان ده، لو انت لسه ما دخلتش على مرحلة الزواج، لكن بعد كده هيكون في نوع من انواع ان الميزان تصرفه هيكون عنيف جدا جدا معاك، خاصة بعد يوم 18 بسبب شك او علاقة طرف ثالث او ضغط نفسي، يعني تكرار مشكلة او ان هو شايل كتير جواه فبدأ ان هو يدب كله مرة واحدة. اما بقى بالنسبة لأصحاب برج العقرب وبرج الجدي، في صبر على بعض، يعني احنا الاثنين صابرين على بعض، احنا الاثنين عايزين نحسن الدنيا، عايزين نعدي، عايزين نفوت، عايزين نكون افضل. هيكون ده الوقت او الوضع المتواجد بالنسبه لك خلال اول 18 يوم. من بعد يوم 18 بالنسبه لك هيكون في انشغال العقرب كتير، مشاغل مهنيه، مشاغل في امور حياتيه، كمان في مشاغل صحيه برضو للاسف، فده هيكون برضو مؤثر على توتر في العلاقه. اما بالنسبه لاصحاب برج القوس، القوس والجدي انتوا الاثنين على قد ما العلاقه اقدر اقول ان هي يعني فيها نوع من انواع الضحك الكتير والهزار ويوي، بس خلي بالك دايما تخلي بالك جدا جدا، لان العلاقه هيكون في خلاف، في انتقاديه، في ان احنا القوس هيبقى مش عاجبه بعض الاساليب اللي بيقوم بيها الجاديه، فهيكون في نوع من انواع الانتقاديه المتبادله، ولكن انتقاديه القوس تختلف لانها ناريه هجوميه، وانتقاديه الجدي ضربه، ولا ده بيتقبل ده ولا ده بيتقبل ده، النوعين مختلفين من الانتقاد، وده هيكون مثير كتير سلبيا، برغم على فكره ان تاثيرات الشمس هتكون داعمه لبرج القوس وتأثيرات الزهرة داعمة لبرج الجدي، إلى أن ده المتواجد في العلاقة دي. أما بقى بالنسبة لبرج الجدي والجدي، الجدي والجدي العلاقة حلوة كتير أول 18 يوم، إحنا الاثنين هنكون داعمين لبعض جدا، داعمين لبعض، عايزين نقف جنب بعض، عايزين نساند بعض جدا، بس عارفين من بعد يوم 18 انتقادنا هيبقى لازع، وإحنا الاثنين مش طايقين انتقاد بعض، لأن إحنا نفس الطريقة، فاهمين بعض جدا، عارفين النظرة دي معناها إيه، عارفين مش فاهمين بعض، التعامل الشخصي مع التوقعات ده يدل على كده، يدل على إن أنتوا الاثنين في ما هتقفوا جنب بعض، بس أقول لكم بصراحة أو ببساطة أكتر، هتقفوا جنب بعض وبعدين تزلوا بعض، يعني لا انا عملت، انا سويت لك، انا عملت مش عارفه ايه، انت ما قصرش معاكي ليه، فيكون في دعم قوي جدا 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 اول 18 يوم، لكن من بعد يوم 18 في حته كده اللي هو توتر، انا عملت كل حاجه، عايز ايه تاني، عايزه ايه تاني، فهيكون ده. اتمنى ان احنا نقدر نسيطر على اعصابنا من بعد يوم 18 الجدي والجدي بالذات. اما بقى بالنسبه لعلاقه الدلو والجدي، صعبه
صعبه، لازم اكون فاهم كويس قوي قوي اني انا ازاي اتعامل مع برج الدلو يا برج الجدي. طبعا في اختلاف كتير في الشخصيه رغم انجذابكم لبعض جدا، الا ان في اختلاف في الشخصيه، في الجدي منتقد الدلو قوي، والدلو مش هقول لك مش فارق معاه، بس اللي هو يعني بيكبر دماغه اكتر، بيطنش اكتر، بس هو من جواه طبعا بيأثر كتير. فبرج الدلو وبرج الجدي في علاقه شويه صعبه، لان بالنسبه له كوكب الزهره متواجد في بيته ال 12، وعلى قد ما هو هيكون بيحاول يسيطر على الاستقرار اكتر بايجابيه عشان نظره الاخرين ليه، فبرج الجدي هو اللي ليه عامل كبير جدا جدا انه يقرب من الدلو، عليه ان هو يقرب ياخد مدخل الصداقه، هو اللي هينفع كتير مع شخصيه الدلو. اول 18 يوم لو احنا خدنا مبدا الصداقه مع برج الدلو هتكون العلاقه ناجحه جدا، وهتاثر على من بعد يوم 18 انها تستمر. غير كده يا برج الجدي لو ما اتخذتش خطوه اللي هو فكره ان احنا نكون اصدقاء، هنا هتبقى مشكله كبيره جدا. انتوا الاثنين قادرين على تعويض بعض، لان في حاجات معاكسه ليك ايجابيه عنده، معاكسه ليه ايجابيه عندك، فاهمني؟ طيب بالنسبه لي برج الحوت، برج الحوت بالنسبه لنا عندنا محاولات للتفاهم، محاولات للتصالح، بدايات جديده في حاله من الفهم، بدايه خطوات، بدايه فرصه لبعض مره تانية لو احنا كنا منفصلين. فاذا الاجواء بالنسبه لنا لطيفه كتير مع برج الحوت يا برج الجدي. بشكركم جدا، بتمنى كتير اني اكون فدتكم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.